بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة الله. ربنا ارزقنا صدقا معك ومع أهلك الصالحين من إنس والجن وملائكة. اللهم اجعلنا ممن يبتغون وجهك ولا يطمعون في من سواك، ولا نخشى ترهاتهم أو عدوانياتهم. اللهم اجعلنا مطمئنين تمام الطمأنينة لحمايتك ولنصرك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله نستفيد من استعراض بعض آيات من سورة الحج. نبدأ بآية 67. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلك؟ النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. صدق الله العظيم. مسألة الطقوس عبر التاريخ كله الله سبحانه وتعالى جعل منذ نزول أبوينا بدأت الطقوس الأرضية تفعل فعلها، لكن بحكم عمل الشيطان المستديم انحرف الناس، اغلبهم انحرفوا في تلك الطقوس، ولا يقصدون بها ارضاء الالهه اي زينها عليهم عندهم الشيطان. ونسوا الطقوس الوحيد وعباده المولى بالطريقه التي اقتضاها مولانا اللي فيها فائده لنا فلا لا حد لوجودها. المفيد الله سبحانه وتعالى يعطينا حقيقة تاريخية لابد أن يقصدها أهل التاريخ الذين يحبوا التاريخ الصحيح ويدرسوها من وجوه شتى. يقول ربي لكل أمة جعلنا، لكل شعب أو لكل عصر، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا، يعني دي تاريخ دي سيريموني اتسترا. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، يعني ما تخليش هالناس هذول منحاربين كقريش وركب بني إسرائيل ينحرفوا بيك وتخرج من طريق الإسلام وطريق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك، أو المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام بما واصدع بما تؤمر، يعني ومع الرسول إلى البلاغ وما لا الرسل إلى البلاغ. وادع إلى ربك، يعني إحنا لا فائدة كلام ياسر، إحنا ندعو إلى الله. هذه طريقة اللي يطلع ربنا فيما بين الثقلين، هو قلة من همه الوحيد هو إرضاء المولى سبحانه وتعالى بدعوة الباقين إلى صراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم. فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وادع واستقم. نقول آمنت ثم استقم. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، يعني ربك أكد لك اللي أنت ما لم تصبك سحرة ولم تصبك جن ولم تصبك أمراض عقلية.
بل أنت إنك بالتأكيد من الله ومن أصدق من الله حديثا، إنك على علىه بالتأكيد بلام التوكيد، لا على هدى مستقيم، لم يقتصر كلام الله على كلمة هدى بل قال مستقيم، يعني هدى هو للشمال كيديد فلابي بالرسالين، يعني هو الطريق اللي يوصلك للسلامة يوصلك إلى الأمن والمجر، ومستقيم يعني إلى انحراف لا يقبل النفاق كما قاعد يقع اليوم في أرض تونس. ماذا من المنافقين فلا مش أهل باش ينتخبوا في الحقيقة، لكن وردوا انتخاب تمثيلي، ولكن قلة من تصدموا معها وخلات الطريق يميل أكثر للحق، أو الناس بدأت تفهم اللي عليهم واجبات الاختيار، سواء كان اختيار طريق سلم الرحمن أو اختيار من يقودهم في هذا الزمان. هل بالفائدة الطريق اللي هو أولى بالاتباع هو الإسلام الذي يدعو إلى العدل ولا حسن اختيار الزعماء. وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك، وهذا الطريق اللي ماشي فيه وعماه فيه اسمه، لأنه رضاه المهانة اللي من جرحهم بالاستعمار القديم والعديد، يعني وحبوا يسرقوا البلاد أكثر من صرفوا، وحبوا يستولوا على العقول ويشتريوا الذمم، أي ما يخليوا حتى حد ظالمي ومرتاح والعياذ بالله. وهذا من الناس هذوما أخطأت الجماعة اللي خلات الأمر بيديها في يوم من الأيام، لم تحاسبوا بشيء فتفرعنوا واطمأنوا، وراوا لما أولى بالكلام وأولى بالدعوة وأولى باقتناص السلطان والمجر. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون إن جداكم باطل، راه ربي سجل عليكم كل شيء، والله لا فارط من حد، كنا سنأتي يوم القيامة ونتناول كتابنا منا فيه كل صغيرة وكبيرة مسجل عند المولى، الكتاب يشهد عليك وبدنك يشهد عليك ونفسك يشهد عليك. وإن جدلوك فقل الله أعلم بما تعمل، سيد المبالغة أعلم، سيد سكرتي أعلم بما تعملون، عملكم الظاهر والباطن أقوى منه، الله عليم به، والله لا تخفى عنه خافية، الله يحكم بينكم يوم القيامة، وبلغكم الحق المزلزل، الله يحكم بينكم يوم القيامة، اليوم ترفع كما تحب وتفعل كما تحب، لكن تحكمون قليلا وتفعلون كثيرا، ودمعكم مختلط بالدم والعياذ بالله والصبي للقلب، الله يحكم بينكم يوم القيامة، معظم كلمة يوم القيامة يعني أو يوم يجمع الثقلين ويجمع حتى الحيوانات، كل أمر يولي ظهر، قامت الحجة، قامت اللعنة على أعداء الله، وقام الإذن بدخول الجنة للقلة القليلة التي عرفت كيف تعبد ربه وتخشاه. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وشكون كان يدعم الاختلافات؟ هم الكفار، وعلى رأسهم بنو صهيون بنو إسرائيل إلا من رحم ربنا. الله يحكم بينكم يوم القيامة، الله يحكم بينكم يوم القيامة، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وتغذزك وديفر وتترى رجل سجون، يعني كل ما يجعلكم تتنازلوا عليه يوم القيامة ربي سيصدر في حكم. ألم تعلم أن الله يعلم؟ أنا نزيد يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بتذكير بهذه الحقيقة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ سبحان الله، وزكاً هو الخلق ولا يعلم كيف يستقيم الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يعني ما بطحت شيء سبحان الله، ليس بعزيز على الله. ولك علاش الكفار سقطوا في خسران مبين، هو من بالهم الخلق الثاني مش يكون عسير على الله واليد سوف يتم وهم يمنوا، لا يسير،
اسكو اول الخلق اصعب ولا ثاني الخلق؟ يعني بالله المنطق منطقكم منطقكم جديد بي مريض معطل جامد والعياذ بالله، يعني ضربوا الصدع وضربوا الشلل والعياذ بالله، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، انتم ضايعين فيها. اعطيني شكون منكم اليوم اللي قاعد يخرب في تونس قاعد عنده بيان من الله اللي هو على حق باش يوصل لصدق الحكم؟ ما عندكم حتى شيء، عندكم كان عكس ما تدعونه. والله لم نبتلى في هذه الايام بمثلكم، فماش واحد وقح وواحد منا كما تقول رقعه والعياذ بالله العاميه كيف هلا المسد اللي ورث من بورقيبة وبن علي اسوء ما يرثه الانسان والعياذ بالله، وهو الخلق السيء وهو الكذب والبهتان وهو حب التسلط على الناس، يعني ما هوش شبعني بحد شيء. خلاو لكم المجال مفتوح تجيبوا المال كما تشاؤون وتحركوا المجرمين كما تشاؤون، ومع ذلك باقي في بالكم مش يفرض منكم تفرض منكم فرصة الاستيلاء على الحكم، فإذا به سمحتوا روحكم باستفزاز الناس وبإيذائهم وبتهديدهم وأهل المجر. لكن إذا كان ريتوا ما فماش بلاد تسلط عليكم وفي الحقيقة قاعدين يتورطوا حتى يحق عليكم القول، لأن ورب يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما أغضبونا، وهذا السلوك الأرعن الجاهل الجاهلي اللي أنتم قائمين به هو اللي مش يقضي عليكم. حول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما خرجتوش من عهدتكم القديمة الفاسدة، فدار لقمان ليست على حالها بل داركم هي في ازدياد السوء والعياذ بالله، حتى يقضى عليكم شرط قضاء والعياذ بالله. والله العظيم لا لا فما احرار وحرار بالمصاد لكم، وهذا من فضل الله تعالى كيف يدفع الناس بعضهم لبعض. حطوا بالكم اذا كان الشباب مازال مغفل والشباب بدا يوري ان يكونوا لا يصدقكم، هذا بشائر اللي هارت تاخذ السلطان، انهارت يزيد التنغيص عليكم ويزيد الضلاله وتكثر اخطائكم حتى تستفز الناس حتى يغريهم ربي باش يفتكوا بكم، هذا منا قادم في اقرب الاجل. نحن نحذر نحذر نحذر، لانه قوانين المولى سبحانه وتعالى لا تغيير لها ولا تبديل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، اي بيان بكرام، وما ليس لهم به علم، يعني ولا ريفيلاسيون، يعني ما عندكم حتى علم. شنو علمكم في الاديان؟ شنو علمكم بالاسلام؟ اعطيني اعطيني ابرز واحد فيكم شيء جميل، كيفاش يرتل ايه ولا كيفاش يحفظ سوره حتى قصيره؟ والسوره ذيك هل هو مؤمن بها ام لا، ويعمل بجزء مما حاولته من اوامر ونواهي؟ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. يعني حطوا بالكم انتم اخترتوا فسطاط الظلم، ما عندكم حتى حد ينشركم. No helper no support، يعني لا فما شكون يعاون لا فما شكون يمد يده باش يمنعكم، يا لا مش يتورطوا ويبدا يندب بحظه ويرى روحه ماشي مش في نكت الدنيا، ماشي جهنم خالد مقابل فيها. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، هذا اللي ريناه الناس هذوما وقت اللي يرى واحد عنده ريحة الإسلام ولا راه يقرأ القرآن ولا ينصح على ضوء القرآن إلا ويكشروا وتبدأ الفضائح نتاع عدوانيتهم تظهر عليهم في وجوههم وفي وجوههم. واللي عارف بالمورفو بسكوليزاج، واللي عارف باللونجواج ديكور، اللي عارف بالقصبة الوجه ماذا تعني والتواصل وغلوة الجسد في التواصل، يفهم بالضبط الآية هذه بأكثر عمق. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني تعرف أي يا رسول الله عليك الصلاة والسلام وتلك جوامع الكلمة، تعرف وجوه الذين كفروا المنكر، أي يحبوا يهدوا على الناس، يحبوا يدقدقوا معنويات الناس، يحبوا معنا عنف حتى مبطن يسال هات مفيد يخدم
ما عنده حتى لغة أخرى. أنا لغة الناس اللي لا خلق لهم ولا رحمة في قلوبهم ولا يقرؤون حساب ما سيأتيهم بعد حين، هذا والعياذ بالله. يعني المنكر هو ما تنكره النفس السليمة، أي ما يحضرك للعدوان وما هم فرحين إلا فيه والعياذ بالله، لأنهم غضوا بالحرام والعياذ بالله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يكون عليهم آياتنا. يجي واحد من أي حزب ديني ولا حتى وحده يجي ذكر يا ناس بالكم، يا ناس مشكل الإسلام، يا ناس راهو ماشيين من الكارثة، مش خليكم توصلوا، لأنه إحنا في أعلى السفينة وأنتم في أسفلها. إذا كان أنتم غرتكم الدنيا وغرتكم كثرتكم وغركم ما وعدكم يعدوكم من خارج، يعني إحنا مش خليكم تفعلوا ما تشاؤون. السفينة للكل، كان حديث تريدوا ما نفذ من الناس كل ما تحبوش تريدوا، فما عندنا من يحطوكم وعندنا من هم منا قابلين باش يجاهدوا بسبيل الله ويدودوا عن حرمة الإسلام بذواتهم وبحياتهم وباعتناءاتهم وبألسنتهم وبي وبي وبي. ولهذا لا فايدة ما تسموش النوع هذا، ما عندكم قبل، ليس لكم قبل به، ما كمش مش توصلوا لنهاية الطريق، ومش مش يخليكم. فايش حكاية داعش؟ هذه فما شيء آخر أخطر، وهو الغيورين على الدين، مانام حاضرين باش يفتكونا بكم. ومستحيل حالتكم اللي فيها تمثيل وفيها سوابق إجرامية وفيها تشتت، تحسبهم جميعا وكلهم شتت، هذا كل يغري الصالحين وإن قل عددهم بالفتك بكم وإبادتكم. هذا الشيء نعرفه أهل القرآن حق المعرفة، لكن إحنا حكم وظيفتنا التعليمية والإنذارية نقول لكم ماذا ينتظركم. وأغلب الأحيان نعرفكم مش تفهموا، لأنكم مغلوقين لا تسمعون ولا تفقهون ولا تتذكرون ولا تبصرون والعياذ بالله، وفي قلوبكم مرض. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، بشر مما تخططونه من إجرام ومن تآمر على أهل هذه الديار. شو مصر شو القاعدة فيها؟ أو عندهم جيش فاسد وموصلوش يحلوا مشاكلهم، وزاد ربي نكل بيهم، وزاد خوفهم زاد وإجرامهم زاد ومفضوحين في كل مكان. أعلى نبي تونس عبد الله معناه جيش من نوع ذاك، والشرطة فيها الناس اللي يراجعوا ربهم سبحانه وتعالى الكل منظومة من أهلين باش يسدوا رضوانكم، وهم بالمرصاد. وأي واحد توصلوا من هؤلاء الأشراف توصلوا معلومة عن مخططاتكم إلا يقبضون عليكم ويدققون منا في التحقيق، منا حكام التحقيق، وبعد تكون محاكمتكم ليس كما مضى بالأمس بأي مرتعش لم تتم محاكمتكم، الآن ستتم وكل شيء يطلع على برا. لطالب الإنصال على تيرماتنا وكل شيء مش يفضحكم ربي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك. كل المؤامرة كلها والشرور كلها النار، يعني سبحان الله الحد أما هدول القد غالبين القد في هدايان مبين، وين راهو النار؟ استنى النار اللي يأتيكم العذاب فيها من كل حدب وصوت، ويأتي الموت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ. يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. سميت روحكم اسمي وانتم كافرين بنعمة الله وكافرين بأحدانية الله وكافرين بألوهية الله، ماذا تنتظرون إلى النار؟ والعياذ بالله، والسلام على من اتبع الهدى.